سلام خوتي، لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ نتمنى تكون اموركم مزيانه. مرحبا بكم في قضيه جديده، وهي قضيه مقتل يهودي في مدينه مكناس. هاد الجريمه او هاد القضيه ما عنديش المحضر ديالها، ولكن انا عايشتها بحكم انها وقعت في الدرب ديالنا. ومن جاو يمثلوا اعاده تمثيل الجريمه كنا حاضرين، كنطلو من السطح وعارف الاحداث وشنو وقع فيها، ماشي بالتفاصيل ولكن احداث بصفه عامه. هذا واحد اليهودي ساكن في الملاح الجديد في مكناس، كان جارنا. هما اليهود مدينه مكناس في الملاح كانوا عايشين معنا مزيانين، ما كان اديوهم ما كي اديونا. غير هاد اليهودي كان سحار ومشعويد، وكتعرفوا بان اليهود معروفين ومشهورين بالسحر. وكان هاد اليهودي راه بحال الطبيب، كل نهار تلقى عنده 30 حتى 40 كليان في النهار. صف تتلقى صف في الاول كان تيدخلهم للدار. ومن وقع له واحد المشكل، واحد النهار جا واحد الشاب تكون عنده شي 24 ودخل الدار وعطاه قتلة العصا. كان عادي يقتلو وخرجو تا للشارع وكيزدحلو راسو مع الحيط، ولا كل دمايات. ومن شفنا حنا مشينا هبطنا الدراري ديال الدرب ومشينا وتبعنا داك الدري وشدينا وبغينا نضربو ونديوه للبوليس. بقات يقولنا راه فرقني على مرتي وضيع لي حياتي وشتت لي عائلتي، هاد السحار هاد المشعويد هي هاديك بقى فينا. وطلقناه، طلقناه مشى بحالاته. واخا من جا البوليس ما قلنا والو، بان داك الدري مظلوم. صافي مشينا بحالاتنا. هادي منع من الموت. واحد النهار كيجي وكيلقاوه الناس مقتول في الدريبة. هادي الدريبة واحد الدرب صغير حدا واحد الفران. وداك الدرب اصلا من كان في اليهود، كان الملاح ديال اليهود من كانوا كاملين، كان اصلا داك الدريب دار وفتحوه على واحد الشارع. صافي من جاو مغاربة حلوه ولا بحال دريب صغير. هارنا جا لقاو ديك الجثة. بعدا كان واحد الجثة تلقات حدا واحد الفران، جا هداك مول الفران حل الفران ديالو شوية. هو شاف داك الجثة باش تعرف الغباء، مسا سد الفران ديالو ومشى للدار. بحال إلا شتي البوليس شك فيه، انت شتي الجثة وسديتي ومشيتي، ما علمتي البوليس، ما عيطتي لهذا، ما البوليس مشاو شدو عزوز. عزوز اللي خدام في الفران نازل الملاح راه كلو كيعرفو، عطاوه البوليس قتلة العصا. من خرج كيعاود لنا قالك نفخو ليا رجلي بالعصا. كان صندن وقعت داك الاحداث ديال تفجيرات الدار البيضاء. هو اصلا كانت عندو اللحية وشكوا فيه على انه ارهابي وهو كيربي اللحيه. المهم نفخوه بالعصا، واخا كان هو مسكين ما داير والو، هو درويش، هو تخلع شاف الجثه ست الفران ومشى بحالاته. نسيت ما قلت لكمش ان مين جات مرتو وتجوقات الناس. مرتو شنو كتقول؟ عباد الله تقبلوا الجاكيطة بالموس، تقبلوا الجاكيطة بالمقاف، بقات فيها غير الجاكيطة. سيد المسلم شوف شوف شوف، تقبلوا الجاكيطة بالموس. وظهروا كل دمايات، عنده واحد جوج درابي بالموس في الظهر ديالو. المهم تشوخات الدنيا، عرفتي مين تيكون شي عمل ارهابي راه كيجي البوليس بجميع انواعه. واخا هو ماشي عمل ارهابي. المهم طلقوا عزوز، من طلقوا بدا كيعاود لنا قالك شتوني، بقاو عليا بالاسئله، انت اين خاليه، شكون الامير ديالك، فين كتصلي، في
هو مسكين درويش ما عنده لا تصلى، وقيل ما كيصليش العلم ولا لا لا لا، كان تيصلي كان تيصلي. المهم طلقوه ضربوه، المهم في الاخر تبينوا على انه بريء. المهم ما عرفتش انا التحريات اللي داروا، المهم كانت النتيجة ان العساس هو اللي قتلو. جا في الصبح بكري ولقاه دايز من داك الدريبة، قال له عطيني يلا تمشي معايا للدار تعطيني الفلوس. هو دابا راه شاف داك الكليان ديالو، قال راه عنده الفلوس في الدار، وبطبيعة الحال راه يكون كيدخل شي 140,000 ريال في النهار، ولا شي 100,000 ريال في النهار. ما بغاش يمشي معاه للدار ديال اليهودي، بقى كيجر فيه كيخلعو بالموس، ولا داك اليهودي جلده وشوية كيعطي واحد جوج ضربات للظهر ديالو مع هو راجل كبير. صافي طاح ميت صافي وهرب. ما عرفناش حتى كيفاش البوليس شدوه، وكيفاش عرفوا بأنه هو القاتل. كما قلت لكم انا ما عنديش المحضر ديال هذه القضية، ولكن هي وقعات في الدرب ديالنا، درب الملاح الجديد مكناس، راه الناس مكناس كيعرفوه. حتى الحكم ما عرفش بشحال حكموا عليه. المهم جاو من شدوه جاو الدرب كيمثلوا الجريمة، حنا كنطلو مسطح من الفوق، شفنا شوية واحد كيمثل طرد اليهودي ولابس الجاكيطة، وشوية تعرض له، هي هاديك بدا تيخلخل فيه وكيشنق عليه. شوية جاه من اللور وشدو ضربو واحد جوج ضربات وهرب. تنشوفو هابط والبوليس دايرين له المينوط في يدو. هذه جريمة الثالثة اللي عاودت لكم في القناة، وإن شاء الله مازال عندي قضايا أخرى نعاودها لكم. وديروا أبوني في القناة باش توصلوا بجديد القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.